السلام عليكم، معكم محمد مربوح، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المستهلك لكين والحفاظ على البيئة والمحيط. اليوم جاتنا مجموعة ديال الشكايات حول المراحيض اللي تم إنجاز ديالها من طرف مجلس المدينة، وهذه الشكايات اللي كتمحور حول أن هذه المراحيض الذكية اللي دارتها مجلس المدينة مراحيض الآن مقفلة وما عرفناش علاش مقفلة، والمواطنين ان ملي كيقضيو حاجتهم كيقضيو حاجتهم برا سميتو، والان لاحظتوا معنا ان هذه المراحيض هذه يعني ها هي بالمواصفات المعايير جيده، ولكن للاسف لم تتم استغلالها من طرف المواطنين وهي مقفله الان، وما عرفتش الاسباب علاش هذه المراحيض مقفله. اذا كنتجهوا للمسؤولين باش يشوفوا هذه المساله هذه ويحلوا هذه المعضله هذه، لان المواطن كاين اللي مسكين يعاني من امراض، كاين اللي فيه مرض السكر، كاين اللي مجموعه ديال الامراض وما كيلقاش فين يقضي حاجته. ولا لاحظتوا ان كثر الروائح الكريهه هنايا، هي الان كنشموا روائح سميتو وكنشوفوا ان هادشي يعني يرتله، وبحكم ان مدينه الدار البيضاء تعتبر مدينه اقتصاديه والقطب الاقتصادي الكبير، وكنشوفوا بحال حال الحاله هادشي يرتله. فكنتجهوا دائما ورساله للمسؤولين باش انهم التفتوا لهذه المراحيض وحاولوا يحلوا لنا هذه المراحيض باش المواطنين يستافدوا من هذه المراحيض. حينما اخترع الانسان المتحضر في الغرب المراحيض فلكي ينتقل من الطور البدائي انه يجلس في الطريق العام ويقضي حاجته، عليه ان يتحول الى مكان عمومي انشاته جمعيه البلديه. الان هناك الدوله اقتنت محلات للقضاء الحاجة عن طريقة نظيفة وتقنية، وفي إلى أن الناس تجاهلوها، لأنه كان هنالك سلوك بدائي همجي يجعل الإنسان حيثما وجد يقضي حياته، بحيث أن كل ما هو طارئ تكنولوجيا يفزعنا ونفضل البدائي التقليدي، لأن عقليتنا ليست عقلية مطلقة تقدمية تسير التطور. على كل حال كيفما كان الأمر يجب أن نسير التطور التكنولوجي في أشتى وموجه، وأن نسير القدرة الشرائية للمرتادين، لأن غالبية الناس ليسوا في إمكانهم لا أدية لا قهوة كحلة ولا الظروف الاستثنائية تجعل الناس يقضون مسائلهم على نحو العموم، وهذا فيه ارتكاس وانتكاس وعدم مسيرة التقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال المطروح الآن هو هذه المراحيض هذه يعني تنزات كلها، هي تنزات ولكن تخسرت عليها أموال باهظة. دابا المواطنين تيتسائلوا بانه عندنا الناس اللي هما امراض فيهم داء السكري، الناس دي ديابيتيك، ناس الله يكون في العوان، تيكون غادي بنادم بغى يقضي الحاجيه ديالو تلقاهم مسدودين. اشنا هو زعما السبب ديال هاد المراحل اللي باقيه مسدوده، مع العلم بانه تنزات والانجاز راه تم. اللي كاين هو كاين بعض الناس اللي كتمشي لبعض المقاهي، مسكين مريض تيقول له ما كايناش الساروت، او تيقول له بانه المرحاض راه خاسر، وكاين الناس دابا ما تيبز منهم تيوليو في الزنقه تيقضيو الحاجيات ديالهم. هنا تنسالوا لماذا هذا التاخر وما هو السبب؟ المراحيض الذكيه تماما لانه تخسرت عليها اموال واموال، لانه اي سميتو ما غاديش يجي غير هكاك وينباع، مع العلم راه عرفناهم كيفاش كانوا الحمد لله داكور كاينه الخدمه تنزلوا وتخدموا وداك الشيء، ولكن تنستناو كلنا كنستناو المواطنين كلها كتسائل انه الناس راه محنا باش يجي للزنقه، ولا سيما مدينه الدار البيضاء هي القلب النابض ديال، وهنا في السونتر فيل كاع القلب النابض ديال الدار البيضاء هو هذه البلاصه، والقلب النابض ديال المغرب هي الدار البيضاء، مع احترامات جميع المدن وشكرا.